أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدينة المبدعين. في هذه الحلقة نستضيف لكم فيها الممثل المسرحي المتميز علي ديد، لكن نتابع هذا الفيديو التعريفي بالضيف ونعود إليكم. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، أهلا بكم علي ديد معنا في هذه الحلقة. مرحبا بك. إذا حدثنا في البداية عن الاهتمام بالمسرح، يعني متى بدأتم الاهتمام بالمسرح والدراسة فيه، ويعني حديث البدايات. في البداية شكرا لكم على الاستضافة. ومبدئيا أنا بدأت أقدم المسرح 2008-2009، كان في الأندية الثقافية وقتها، كان في نادي قالوا نادي الأطاول للتيار الثقافي في ثانوية الجديدة. كانت بداية خجولة، كيف بداية أي رقاش في موريتانيا على الأقل في مجال المسرح، بداية تمشي من سكتشات وروايات ركبتهم مع ذاك النادي الثقافي اللي كنا معدل في الأماسي الثقافية اللي دائما نعدلوا في نهاية السنة، مثلا والله بمناسبات ثقافية معينة، والله في أعياد. كانت هذه هي البدايه والشراره الاولى اللي ينقلوا المسرح. وثانيا بداته لانه وانا صغير كان دائما عندي خجل من اني اتكلم قدام الناس، والله نقف قدام الناس، والله لانه عندي اي انتراكشن اي تواصل مع الناس مهما كان نويته شنو. دونك اقترح لي واحدين اني نعدل المسرح، لانه المسرح دائما يحرر رجال، دائما رجال عنده شخصيه جديده يتكلم مع الناس، دائما يود على الاقل حاسب انه حر، لانه مو خايف من يسمع صوته، مو خايف من يسمع اصوات غيره. كانت هذه هي البداية الحقيقية اللي مدرك أنك كنت مهتم بالمسرح المدرسي نزلت البداية المؤكدة كانت مع المسرح المدرسي. أنا مثلا أعدوا دي سكتشات اللي كنا أعدوا 2007-2008 لين 2009، كانت كلها سكتشات تعالج بعض من القضايا اللي موجودة في المجتمع في ذوك السكتشات اللي نعدلوا داخل المدرسة. بعدين جد المهرجان ينقلوا مهرجان الوطني للمسرح المدرسي اللي كانت ترآه مشكورة للهيئة العربية للمسرح بالتعاون مع وزارة الثقافة الموريتانية، اللي كان في نسخته الأولى أتوقع في 2010. بعدين تعرفنا لمهرجان المسرح المدرسي اللي هو مهرجان دائما يشاركوا فيه الفرق المسرحية. هذه كانت البداية الحقيقية اللي ينقلوا المسرح، لأنه قبلها بالنسبة لي أنا أعتبره كانت محاولات، والله كانت نوع من السكتشات وتوفى لأنك تحرر فيه من ذاتك، تحرر فيه من شخصيتك، وتتعرف على أنت منه كفنان مثلا أو أنت منه كمؤدي كرجاش قدوه في قدام الناس ويتكلم. بعدين شهد المهرجان ينقل المهرجان الوطني للمسرح المدرسي. كانت أول مشاركة لي فيه 2011 مسرح ينقل الشقب، كانت من إخراج صديق المصور والمخرج محمد عزيز. وبعدين استمرت الرحلة. هذه كانت هي أول مسرحية. كانت هي أول شارك مسرحية. فيه. كانت هي أول مسرحية. مسرحية بمعنى هذاك، لأنه فم رؤية إخراجية، فم ممثلين، فم أداء صوتي، فم أداء جسدي. كانت هذه هي البداية الفعلية. قبلها كانت هم بعض من المحاولات اللي ما نسميها مسرح، سميها نوع من سكتشات إن صح التعبير. يعني إنين أنت مصنفوا علي ديد في مجال المسرح، ينتمي إلى أي مجال من كان مسرح الدوما كان مسرح؟ إذا شنو المجال اللي تصنف أنت فيه ولا شايف فيه نفسك أكثر؟ المجال اللي شايفانه في راسي وهو اللي شايفتني في أغلبية المهتمين بالمجال الفني في موريتانيا وخارج موريتانيا هو الفيزيكال ثياتر، اللي هو المسرح الجسد، مسرح التعبير الجسدي. التعبير الجسدي. ومسرح اللي دائما عنده القدرة على انه يوصل صوت الممثل جسديا قبل ما صوت يوصله صوتيا او لغويا. لاني انا واحد من الناس اللي اؤمن، وهذا يشترك معي فيها أستاذي الدكتور فتح العكاري، لأنه دائما قيمة الممثل تكمن في ذاته أو في جسده قبل الكلام الذي سينطقه الممثل. لذلك أنا واحد من الناس اللي تنتمي لهذه المدرسة، واللي شايف أنها هي المدرسة الحداثية اللي المفروض يشتغل عليها في الفترة الحالية، لأنه الناس
لغاتها مختلفة، قال على الأقل شيء مؤدل. مسرح صامت وفي مسرح صامت في المسرح الناطق، قال في نفس الوقت المادة الخام، المادة الأساسية، المادة القائمة لها المسرحية فيهم الاثنين تعبير الجسد. إذن طبعا شاركت في الملتقى العربي لفنون الدمى والخيال، شن هي هذه المشاركة، حدثنا عنها. هذا الملتقى هو ملتقى كان سنوي، توقف في الفترة الأخيرة بسبب الكورونا، كان ملتقى سنوي تعد للهيئة العربية للمسرح، أشرف لي أستاذي عدنان سلوم، كانت نسخته أتوقع الثالثة أو الرابعة معدلة في مصر 2015. الله يرحمه إبراهيم والسمير كان هو اللي علمني بأن المعدلة، رئيس فرقة شروق المسرحية المغفور له بإذن الله إبراهيم والسمير رحمة الله، علمي بأنه فيه ملتقى اللي يعدل في مصر، وقال أنه مقدمين استمارات نقدر نشارك فيهم ونشارك في واحدة من الورشات اللي في الملتقى. ذاك جاء نظرا لمشاركتي سابقة 2014 بدورة تكوينية كانت معدلة هون في موريتانيا بخصوص مسرح الدمى والطفل والعرائس اللي هما دمى القفاز، وشاركت في ذيك الورشة، وبعدين جاءت ذيك 2015 وشاركنا فيها، جلسنا أنا والمرحوم إبراهيم السمير وزميلنا مختار محمد يحيى، وشاركت أنا في دورة تكوينية في صناعة دمى القفاز، دمى الأراغوز رواية البتة، كانت مشاركة متميزة. أنت أول أراغوز موريتاني؟ أنا أول أراغوز موريتاني، هذه بشهادة من دكتور بهجت، نبيل بهجت. نبيل بهجت قد جاء موريتانيا 2014، قلت له في الدورة اللي سابقتها كانوا يشتاقوا معنا لشين، قالوا الأراغوز، الأراغوز نوع من دمى، أكيد دمى القفاز تندار في الصبا، الناس ما يعرفوا أختير تندار في الصبا هون، ودهون هذا وكيف تأويدياته قد متحركهم، هذا مديور في راسه قد متحركه كمسة، وفي نفس الوقت عندك حديدة تندار في الحلق تتابع الكلمات، تتابع الكلمات ودني تنطق بها، وصوتها مختلف عن صوت البشر العادي، وتقول انت واخذ اللي عيدك تحركه كمسة، والطفل اللي يتعامل معك يفهم الأساس لأنه الدمية هي تتكلم معه. وانت وانت مهمتك هون هي تحريك والكلام معها. كانت عند مدير حديدات تندار في الحلق صعيبة، يقولوا لهم الأمانة النحاسية، وصعيبة لرقاش قد يتكلم بها، لأنه مضينا 5 أيام في التدريبات عليها، قبل في الورشة كانوا فيها 15 رقاش اللي تكلم منهم بذيك الأمانة النحاسية هو أنا، من فهم جاء هذا المصطلح أول أراغوز موريتاني. أول أراغوز. إذن إفادات التكوين التي تحصلت عليها في مجال التمثيل والإخراج، هل أفادتك في مجال مسيرتك هذه؟ طبيعي جدا، طبيعي جدا منها. طبيعي جدا. وهون نختار نذكر دورة تكوينية قد أدلها فتحي العكاري 2017 هون في موريتانيا، طبعا بإشراف أيضا من الهيئة العربية للمسرح، لأنه مبدئيا في ال10 سنوات الأخيرة كل شيء يتعلق بالمسرح الموريتاني ضروري تجبر على أنه فيه أيد للهيئة العربية للمسرح، وده مشكورة عليه لأنه تعدلوا في جميع البلدان العربية الأخرى. في هذه الدورة اللي عدلها فتحي العكاري 2017 في دار الشباب القديمة، بالنسبة لي كانت هي الاستفادة الحقيقية في الدورة من رأسها كمادة خام لي أنا كممثل، وكانت هي أيضا لصقلت موهبتي في ذا اللي ينقالوا الأداء الجسدي، أضافت لي الكثير، وأيضا الشهادة في نفسها يعني نقبطها عقب ذاك سمحت لي بأنني نقدر نشارك في قدر من الدورات التكوينية اللي تتعلق بنفس المجال اللي قبطه فتحي العكاري. وطبعا فتحي العكاري واحد من رائد رواد الحركة التجريبية للمسرح التجريبي في تونس، وكانت استفادة حقيقية هي الشهادة اللي تكلمت عنها. إذن أول ممثل موريتاني يقدم عروضا في المونودراما، إذن نختار تعرفنا شوي عن المونودراما. المونودراما مبدئيا هي مفردة كلمة مركبة من معنيين، المونو اللي هو الواحد، دراما اللي هي مسرح، دونك هي مسرح الممثل الواحد، هذا هو معناها، هي كلمة يونانية يعود العرض المسرحي قائم على شخص قائم واحد، على شخص واحد، ممثل واحد. هذا قط في 2016 أتوقع كانت فرقة الشروق المسرحية شوي عندها فترة ركود، كيف الفرق المسرحية كاملة اللي الدولة ما هي مساعدتهم، وياكلنا نحن نجمع فضة كبيرة نقدر نعدل أرض جمائي يقبل منا قدر من الوقت. اجتهدت أنا لأني تم نعدل عروض للمونودراما اللي فيها ممثل واحد، على الأقل إمكانياتها المادية تحملها وحدي، وما أنا اللي تود عندها إمكانيات قاعة كبيرة، وفي نفس الوقت نعود جمهورنا اللي نحن مازلنا لا كونتاكت مع الجمهور، دونك هون جاءت فكرة المونودراما. والمونودراما كفن افتجدت قديما بعد الحرب العالمية الثانية، لأنه كانوا الفنانين ثائرين للأنظمة السياسية وقتها، كلهم يختار يعبر عن رأيه، كلهم يختار يتكلم عن رأيه، دخلوا في إطار الحكواتي، ودخلوا في إطارها الراوي، ودخلوا في إطارها المؤدين الجسديين، ودخلوا في إطار المؤدين اللغويين، ودخلوا في إطارها الإلقاء، كامل اجتمعوا كاملين كونوا مكونة واحدة اللي سمت المونودراما بعدها، وهي دائما
يا إما تعالج قضية الممثل ذاته، أو تعالج قضية فرد معين من المجتمع، أو تعالج قضية المجتمع الكامل لكن في فرد واحد. مثلا لأنه أنا رافض قضية أمة كاملها، يقاردين أمة كاملها رمزيتها بالمسرحية للمشاكل الموجودة كاملة، مشاكلي أنا لو هي دراميا تعالج من القضايا. هو في جزء من الفلسفة فيها فلسفة كبيرة، لأنه همك تكتب مسرحية كاملة لممثل واحد ضروري تكون عندها علاقة كبيرة بالفلسفة. الفلسفة ديك الفلسفة الروحانية والفلسفة الفلسفة الأدبية لغوية يعني تقدري تعدل المسرحية. دونك عدت اول عرض منه كان جاي بالذاكره 2015، كان طبعا بتاليف مشترك بيني مع صديقي الشاعر محمد مامون. ونفس الوقت كانت جاي بالذاكره هي اللي تطرح قضيتي انا شخصيا، اللي قدر من احداثها خلقت في الجامعه، قدر من احداثها تخلق في المجتمع، قدر من احداثها ما زالت تخلق عقب 100 سنه من حالا. دونك هو نوع من المسرح الى حد ما تقدر تقولي انه تبصيري، والله على الاقل يشوف ايش ما زال لي يخلق، والله يتنبأ بي، والله يعطي محاولات ايش لي يخلق بعدين، وغالبا المحاولات بعضها يطلع صح. اذا مشاهدينا الكرام ما زلنا نواصل معكم هذا الحوار مع الممثل المسرحي علي ديدا. علي، سجل حافل بالمشاركه في المهرجانات الدوليه خاصه العربيه والافريقيه، يعني حدثنا عن هذه المشاركات خاصه تمثيلك للوطن في هذه المهرجانات. يعطيك الصحه. بخصوص المهرجانات الدولية، فرق الشروق المسرحية، هون نتكلم عن فرق الشروق المسرحية بعدين نتكلم عن مشاركاتي أنا الشخصية. فرق الشروق المسرحية حريصة من 2015 فترة الراحل إبراهيم والسمير لأنها دائما تعود موجودة في المحافل الدولية، إن كان برعاية الوزارة الوصية فبها ونعمة، وإن كان بدونها نحن نحمل اسم بلد، وهذه كانت رسالة إبراهيم للنجاة كاملين. من 2015 فرق الشروق المسرحية شاركت في أكثر من 12 مهرجان دولي، وكل تكاليفه يا إما على المهرجان خارجيا أو على فرق الشروق المسرحية، لأنه ولا مرة في تاريخ هذه السبع سنوات فرق الشروق المسرحية خلق فيه تعاون بين فرق الشروق المسرحية مع وزارة الثقافة على الأقل في بيئة واحدة أو بيتين. دونك هون ما هو ياك نلقى عليهم اللوم بشكل كامل، يقدر نعرفه لأنه الجزء الكبير من التدهور اللي عايشه الحركه الفنيه المسرحيه الموريتانية قائمه على وزاره الثقافه، ده هو السبب اللي قلت فيه هذا. المشاركات الشخصيه دائما تجي في ضيف شرف مثلا على مهرجان معين، تقدم فيه ندوات فكريه، محاضرات عن تاريخ المسرح الموريتاني. مثلا اخر مهرجان هوارة في المغرب كنت مقدم فيه دوره عن تاريخ المسرح الشعبي في موريتانيا وصلته بالواقع موريتانيا والمغرب نموذجا، كانت محاضره مقدمه في مهرجان هوارة، وكانت ماستر كلاس مقدمه في مهرجان طنطان في المغرب ايضا. هذه مشاركات شخصيه. المشاركات الاخرى فم الكويت ضيف شرف على مهرجان، وفي نفس الوقت مقدم محاضرات في المهرجان. والاردن وتونس، تونس كانت اغلب مشاركاتي فيها في فن المونودرام، لانه انا بالنسبه لي بدايتي الفعليه كانت من تونس، لانه برد جائزة افضل ممثل من تونس 2016 مسرحية جيب الذاكرة. دونك دائما اغلب عروض اللي تتعلق بالمونودراما دائما في تونس او المغرب. دونك هذه جزء من بعض المشاركات الدولية اللي عدلت فرق الشروق المسرحية، ومشاركات يعني دولية ايضا تدخل في دار الامارات والكويت والاردن والمغرب وليبيا واسطنبول. طبعا لا شك ان هذه طبعا مشاركات اضافت لك. اذا شنو هي المشاركه اللي كانت عندك مع هذه الذكريات لا تنسى؟ في 2019 كنا مقدمين مسرحيه لم يشكو شيء في مهرجان المسرح الجامعي في تونس. كان مؤلفها رفيقي وصديقي واستاذي الشيخ نوح. كنا في المهرجان، كانت مونودراما من ممثل واحد، وحاجه اللي كانت معنا واحده من صديقاتي هي اللي تشقى لنا الموسيقى الارض، وهي تشقى الموسيقى الارض عدلت غلط في 12 دقيقه، شقلت موسيقى ختام المسرحيه، مسرحيه من 30 دقيقه، عند 12 دقيقه تمينا بالصدفه اني جات بشقلت موسيقى نهايه الارض. حتى انا فرض لي في ارتجال المسرحيه ذاك الوقت نرتجل المشهد الاخير المسرحيه، توفي المسرحيه ل 12 دقيقه. دونك نحن مشي الناس اثر على المسرحيه قبل في نفس الوقت هو السنه اللي جبرت فيه جائزه افضل ممثل، لانه الخطا اللي خلق
الجمهور كامل ما افضل له، شكوا لنا مسرحيه من 12 دقيقه جميل اصلا، جدا. لانه انا قدرت في نفس الوقت اني انقضت الى ذاك الخطا اللي ادرت فيه. سبحان الله، مصائب قوم عند قوم فوات. هي بالنسبه نفس لمجالك انت هي نفس بالنسبه لك انت شخصيا مثلا اكتشفوا فيها ايضا موهبتك وقدرتك على الارتجال؟ ارتجلت فيه في ذاك الوقت. كان موقف بون الوقت اللي وفينا مسرحية، أنا دخلت في الكواليس وكنت نبكي طبعا، كنت متأثر لأنه لي 3 أشهر نشتغل على المسرحية من 30 دقيقة، أنت من يجي قدام الجمهور ولجنة التأكيد من مشهد من 12 دقيقة، كان بالنسبة لي مأثر علي حتى، غير هم لأنه كانت تشتغل أساسا على المسرح الجسد مع لغة الشيخ نوح ذيك الشاعرية الزينة الأديبة اللي ما يجد حق حد يصنت له يكون يتم خاشة أو هو يصنت له. أقبل تلك 12 دقيقة كنا عندنا حلقة ماضية مع سولي عبد الفتاح، طلبت منه يقول لي مشهد، قاعد حافظ مشهد، قال لي انا قاعد نحفظ نصوصي كامل. وانتو قاعد نعلن المسرح، اولا اعترض المسرح لانه مكانه مو الاستديو. مكان المسرح فعلا المشهد بالاستديو، والمشهد بمناسبه انشرته على الصفحه وعجب الناس كامله، تفاعلت معه كامل. نحن مجتمع بحاجه للمسرح، ما عندنا عروض مسرح مثلا، قاعات العرض عروض مسرحيه ذنبت على الاقل خلال المقابلات التلفزيونيه انتهزوا الفرصه معنا فنان كيف تقول وضيعك مهامك تعدري فيها. قال لنا ما نعرف اذا عندي علنين اخذتوا بمقطع. انتيني اختي المسرح يقدم الاستديو بالنسبه لكم انتم، عجبت لكم مقطع من مسرحيه دون نعرضه ان شاء الله قدام. بالنسبه للمسرح الموريتاني بصفه عامه، ما الذي ينقصه من وجهه نظرك؟ بالنسبه لي اللي ينقص المسرح الموريتاني بشكل عام هو اراده حقيقيه من الدوائر الحكوميه المسؤوله عن تطوير الثقافه والفن بشكل عام. وهون نتكلم اساسا عن وزاره الثقافه، ونتكلم عن المؤسسات الاخرى الدائمه اللي تدعم مثلا المهرجانات، واللي تقود على الاقل حتى اذا ما كانت عندها الفكره، مثلا تقود عندها الفكره مستقبلا لان تعدلها، وقدر من رجال الاعمال اللي قدوا يستثمروا في الثقافه. اللي ينقصها للجانب الفني بالنسبه للشباب بالنسبه لي انا هو لانه يحاولوا صيفه او اخرى لانه يتكونوا ويحاولوا يمشوا يقراوا مثلا يعدلوا دورات في الخارج. ما هو بالضروره على انك تعود هاوي قرتم دائما الا في مرحله الهواه، تحاول تتطور، تطور من نفسك، تطور من ذاتك، لانك تاخذ مثلا تشوف الاورد اللي تعدل في الخارج وخذ لحسابك عادي. المغرب هذه تقيسها يوميا دور تشوف 20 الى 30 ارض مؤدلين في نفس المدينه. انا قد تمشي من هنا تياب وتر، فبقدر من الامكانيات اللي قد حد عدل يطور ذاته ما يتم دائما يرقي فيها الجانب الكبير الى الدوله والى الحكومه، انه في نفس الوقت السبب في التدهور، السبب في عدم التطور، السبب في عدم التقدم هو ان وزاره الثقافه من راسها ما هي معنيه بالموضوع بشكل كبير، والله ما هي محاوله تقعد مع الشباب اللي هم حق يحاولوا بانهم يطوروا من هذا، حاولوا يعطوا صوره حسنه عن البلد اللي نحن فيه، لان تقعد معهم ويحاولوا تقدم. وثانيا المعاهد الفنيه، لانه عندنا معهد هون واحد يتيم ما نعرف كانوا قاعد معهد والله ما زال لا اداره. ايلول وقدم الشباب اللي بالنسبه لي انا داروهم في موقف محرج، لانه الشباب كانوا يشتغلوا لرؤوسهم، كانوا سنويا يعدلوا عرض 2 3 سولي وعبد الفتاح محمد عزيز اشد جيكو لالا كابر، هذا قدر من الشباب اللي كانوا هون يشتغلوا، كانوا هم ملح الساحه الثقافيه في موريتانيا. قبلهم كاملين عينوهم في المعهد لبنركاتيه سنتين قاعدين في المعهد، ما المعهد ما اعطاهم فضل يقدروا يشتغلوا بعدل تكوينات الناس، ولا خلاهم اللي ماشيين في قاعدتهم اللي كانوا معدلين، اللي على الاقل كان عندهم انتاجاتهم الخاصه. دونك شايف انه هون في موريتانيا يعني ما تشتغل انت راسك تنبغى مثلا انك تندال تعين تشتغل، تقعد تمضي سنتين ثلاثه انت تقعد تقرا كرافتك وفات الساحه الثقافيه. دونك بركات يا فرقه الركح متوقفه عن العمل، فرقه شرو متوقفه عن العمل، فرق مسرحيه كامله متوقفه عن العمل، وهم الشباب اللي كانوا ناشطين اللي كانوا مروس معدل مبادراتهم الشخصيه واينوا في المعهد قعدوا قاعدين يحانوا تمويل يجيهم من الوزاره ياكلوا قد يشتغلوا به. دونك سنتين رقم ما زالوا قاعدين يحانوا تمويل، شايف انه من الاشياء اللي ادت الى اعاقه الحركه المسرحيه في موريتانيا. هذاك الشيء ما عدوا حد خارج موريتانيا، اضافه الى ضعف البنيه التحتيه. ضعف البنيه التحتيه انا بالنسبه لي البنيه التحتيه نحن لا توجد لدينا قاعه للمسرح بشكل متكامل، مثلا قاعه كذا المتعارف عليها. مبدئيا في العالم الاخر هو انواع المدارس المسرحيه ياسر، نحن ما اجبرنا قاعات مثلا اللي هي الاوربا الايطاليه نقدر نعدلوا فيها المسرح، نقدر نعدلوا في الشارع، عندنا مسرح الشارع، عندنا مسرح الممثل واحد، عندنا جيودرام، عندنا بالنسبه للقاعه لا اعتقد انها تكلف ذاك التكاليف. ما هي قاعه بالضروره انها تعدل، ما هي بالضروره تعدلت وزينه لان هي تعطي وجه للمدينه، غير ما عدلت في نفس الوقت انا كفنان ما تشل حركتي مال اني نعدل فني، لاني نوصل صوتي للناس، ولاني نوصل اصوات الناس اللي ما عندها اصوات للناس اللي يلا تسمع اصواتها. ما يتحكم فيه قاعه ولا يتحكم فيه بنى تحتيه ولا يتحكم فيه وزاره،
دي هي النقطة اللي نختار نوصل، لأنه الشباب من روسهم كانوا هون يسمعوا أصواتهم، كانوا يسمعوا أصوات المطهونين المقهورين أبناء التحت. في نفس الوقت صار قاعدوا قاعدين ما قادرين يصبوا، لأنه أينتهم الوزارة، قاعدوا قاعدين يحانوا الدعم من الوزارة، ما قدروا قادروا يشيدوا من الوزارة. وثانيا هم اللي هم مديورين في زاويه ضيقه، لانه هو نيني بدأوا دارك يشتغلوا بشغله، مثلا عندهم المعهد قاعدين في ذي القاعه، تلاقوا قادر في العروض الدوله اللي تقول ما قاعدوك مصاب، وانا قاعد العروض عندكم انا اعطيهم تمويل، عندهم الحق بانهم يتموا ساكتين. يعني في نفس الوقت سكوتهم سبب الفراغ، الفراغ الفني والفراغ تعيش الصحه الثقافيه. المشاهدين الكرام، ما زلنا نواصل معكم هذه الحلقه مع الممثل المسرحي علي ديدا. الان نتابع فيديو عبارة عن مقطع من مسرحية علي ديد في الإمارات أعتقد. في الإمارات. علي، هل لاحظتم استخدام حل ثانية في هذا؟ إذن هذا الخروج عن النص إذن كان جميل جدا. هذا كان من هو ما هو مونودرام، كان مونولوج. مونولوج اللي هو في شخصية واحدة تتكلم عن أحداث معينة، وكان يتكلم عن قصة حقيقية قد خلقت اليوم في نواكشوط، ودرتها في ذاك السياق اللي هو العرض بالإنجليزية كامل يقر. في نفس الوقت الصوره المتخيله لاني انا داخل في ديقه مع ادرت الواقي في الاربع الواقيج، هو لاني اتفق معهم في البدايه لاني لين دايق مع واحد منهم نين نوفون دايق مع الاخر. هذه كانت الخطه بيني معهم، دايق مع واحد منهم تعصتهم وزدت قاعدين انخبط وجا واحد طارش من ورا تلفت لي وتلفت انا اللي ذيك الارتجال، قلت كلام كامل بالحسانيه من صار الناس اللي قاعدين اساتذتي وتلاميذ اللي معايا ضحكوا كاملين، فاهمين الكونسبت وفاهمين المحتوى شنو اللي قلت انا يقف نفس الوقت مقبول بالحسانيه كلام عزم عدل خليط زوين. الدورة التكوينية الأخيرة التي طبعا أقمتها في إليك وثارت طش على الفيسبوك، إذا هذه كانت عبارة عن في مجال التعبير الجسدي في المسرح، يعني من المستفيد منها شباب المستفادوا منها؟ من اللي لو درك أقس ثلاثة أشهر إلى أربعة أشهر قاعد تتواصل معي صديقي شيخ عبد الله رئيس جمعية تمكين للوئام الاجتماعي في ألاك، لأنه يختار يعدل دورة تكوينية لقدر من الشباب فهم اللي يعدلوا المسرح، ولأنه مهتمين بالمسرح يعدلوا قاع حتى يعدلوا أكروباتس اللي هو البهلواني، ولأنه يختار يعدلهم دورة تكوينية حق أصول المسرح أو على الأقل مدخل إلى المسرح الجاد. وأعطيت وعد بأنني نيجي لموريتانيا ندور نعدله، كان معها المفروض أقعد معها قدر من دورة تكوينية في نواديب وألاق وتجبجة وزويرات، كان فهم قدر من دورات تكوينيه نبتهم اللي انا شخصيا معدل نمشي مبادره مني انا وبالتعاون مع ذوك الجمعيات، وكنت مبرمجهم ما قدروا يصلحوا كامل اللي انا راحتي وفات عدلنا من الاخيره اللي قدرت في الاقي اللي جيم تيك الضجه اللي ذيك اياها. ذيك الضجه بالنسبه لي انا كشخص عدل شوف بانها رده فعل طبيعيه يقارب، في نفس الوقت نشوف لانه ملي ندارت في سياق ما هو سياقها صحيح، مثلا واحدين يقولوا اليوغا واحدين يقولوا هذا من الرقص، واحدين قالوا فتح معهد للرقص في نواكشوط، واحدين معهد للرقص في نواديب، واحدين هذه يوغا هذه ديانه هنديه وهذا كذا، قدر من الاشياء المسوقات الكاذبه الشائعات اللي ما عندها اي اساسيه. الدوره مستفيد منها 15 شاب وشابه من من من, من جمعيات موجوده في الاق، كانت تشتغل اساسا كنا نتكلم عن نوبيل مسرح الجسد، والصور اللي شافوهما مجرد نوع من التحمية ما عندها علاقة باليوغا، ما عندها علاقة بروتين معين، هي التحمية فقط، لأن نحن نعدلوا تحمية للجسد قبل ما نبدأ شغلتنا، مدتها ترانت مينت والله ذاك من التحمية بعدين ندخل بشغلة. شاف واحدين ذوك الصور جاي موليم الأياض ولا من كذا موريتانيا خسرت، وبالنسبة لي أنا نشوف لأنه السبب الرئيسي اللي خلاه يخلق لا لأنه تناقر مع فيديو اللي خلق في نواديب، مع أنه بينه وبين ما يروي أكبر من جدا، الناس دائما تضخم الأشياء تناقر هو معها في ذيك الفترة، قاموا الناس معدين ذاك الأياط اللي ذاك هو شخصيا ما تأثرت منه. الشباب اللي معايا قاعدين كاملين أهلهم حاضرين للدورة تكوني إنه قطع أنه ما في واحدة منهم اللي تقدمها قاعدة معها وتعرف لأنها تعدل الرواية خاسرة. ثانيا الدورة معدلة وحاضر لها الأمدة المساعد وحاضر لها الوالي فألاك، دون قطع أنه ما نبي يخلوا جسم غريب عليهم يدخل يعدل أشياء غير صحيح.
غير لائقه وتعود بشكل هذا. دونك ياسر من الناس اللي قبل شو مشايات تكلموا لي وبناء لي قدر من مدونين اللي انا شخصيا نقول انا بعبارتهم اللي يستخدموا نوع من النفخات وتوف لانه زين عندهم دائما لانه واحدين في قضيه معينه بينما لا من اكراهات قاعد اكراهات ما تعرفي التفسير اللي قد حد يعطيها شنو لانه توف بالنسبه لي انا ما انا شخصيا ما اثرت اليوم ما اثرت كنت متوقع اصلا ما كنت متوقعها لانه بالنسبه لي ذا العادي روايه طبيعيه ما فيها روايه ذكيه تقول متوقع رواية أنت تعرف هناك تعدل الشخص الدكتور متوقع أنه تخرج خروج عن القيم وخروج عن الدين نحن كامل نعيش من المسلمين وعايشين في الدولة نعرف آداتنا نعرف ثقافتنا نعرف المجتمع اللي نحن جايين منه قطعنا ما نلين عدل الروايات نحن مروسنا يدل روسنا ولا يدل روس أهالينا الناس اللي تتكلم بأهاليهم وبمناتهم حتى نحن بأهالينا بأخواتنا وبمناتنا ما نلين عدل أي رواية خارج عن مألوف المجتمع اللي نحن عايشين فيه هذا هو المنطق ما كنت متوقع ردة فعل يقرب نفس الوقت أوكي فهمي بالنسبة لمسرح الطفل هل عندكم اهتمام في المجال. يب مسرح الطفل أنا حتى الساعة ما زلت نشغل قسم رئيس قسم الدمى وخيال ظل فرق الشروع المسرحية هو قسم اللي أسوه المرحوم إبراهيم والسمير عقب الدورة التكوينية اللي عدلنا في مصر هذا القسم كان يشتغل أساسا نوعية من العروض موجهة للطفل عدلنا عروض الأطفال مرضى السرطان عدلنا عروض الأطفال المتوحدين في مركز معاوية عدلنا عروض في المغرب المسرحية كانت تسأل الطفل معدل بخيال الظلين قالها الحمار الذكي قدمناها في المغرب وقدمناها في موريتانيا دونك مهتمين بهذا المجال قرب نفس الوقت لأنه خلط لك مع دراستي أنا الاعترافية يعني ندرس بشكل أكاديمي وأجاك مختلط معها في الطفل دونك من اللي ذاك 3 سنوات إلى 4 سنوات ذاك القسم ما فات عدل أي إنتاج خاصة أنه تحتاج ساحة نعم تحتاج ساحة لو تحتاج مو اللي تعاون مع الجمعيات اللي تعاونها بالطفولة والنمو ثانيا المواد والمدارس أيضا اللي تهتم مثلاً مسرح الطفل أساس داني لأنك تعدل المسرح تعدل المسرح للطفل نفسية الطفل تختلف عن نفسية البالغ لأن البالغ تعدل ياسم الوقت اللي يقبل منهم يقصرحه ولكن مصارحه اللي يخليه الطفل تتعامل مع مادة مزارت خام هي مراسة كل شيء قد يستوبه عدت له كامل اللي يحامره قد مرر الكثير من الرسائل من قدر من الرسائل دونك أبدل من قدر من الشغلة والعناية به من محتوى أنا قاعد شايف الكتاب هم المجال بعد القصص الأطفال أو الاهتمام بجانب الطفل يعني محدود جدا يكاد يكون محدود هو يكاد يكون مؤدب صحيح يعني هذا السبب واحد من الأسباب اللي دائما يشتغلوا على مسرحيات في الطفل أساسا يشتغلوا على مسرحيات قابلنا مثلا من مصر أو بعض الدول العربية المجاورة لأن يعني كتاب الطفل فيها ياسري صحيح إذن بالنسبة لحصد الجوائز خاصة في هذا المجال هو المسرح إذن شي مثل لك بون انا واحد من الناس اللي ماني شاك دائما بانه الجوائز تحدد قيمتك كفنان والله تحدد قدرتك في العطاء الجوائز بالنسبه لي نشوف دائما بانها نوعيه من التكريم الى مجهوداتك ما عندها اي علاقه بكانك فنان حق والله ما انك فنان هي تكريم على تكريم لمجهودك وتوف كبشر لانك عندك مجهود حتى لو ما تحصل عليها لو ما تحصلت عليها ما تقيم شخصيتك ما تقيم اداك ما تقيم حضورك ما تقيم عطائك انت للمجتمع اللي انت فيه ولا عطائك لذاتك لانه الفن يختلف في لارفر الفن لاجل الفن وفن الفن لاجل المجتمع الدوقية ما تحدد اي واحد من الاثنين ما تحدد عطائك للمجتمع للتفي ولا تحدد عطائك للفني لكن انت كشخصيه دونك بالنسبه لي انا اشوفها دائما انها نوع من يعني الشكر والتوفى لهذا اللي عدت تقدر تجبر مرة تقدر ما تجبره قبل نفس الوقت مجهوداتك مشكوره ومعروفه ومؤثره بها واتس اوكي لما جبرت جائزه دونك الجوائز اللي قد جبرت دور 3 إلى 4 وقطع عنهم سياني عندي هما العروض اللي معدلين فيهم سياني عندي هما والعروض اللي ما قطش جبروا جوائز يعني لا سياني عندي ما يحدوا قيمتي كمان اذا بالنسبه لشنو اقرب المسرحيات اللي حتى الان بتقدم تقرب المسرحيات لك جيب الذاكره وعندك بالتحديد جيب الذاكره بالتحديد جيب الذاكره لعده اسباب لانه جيب الذاكره هي اللي هي جيبي انا الشخصي ذاكره شخصيتي انا مراسل لان يعني طرحت قدر من المجتمع القضايا اللي انيت منها في المجتمع هون وقدر من الاشياء اللي انيت منها شخصيا الصعوبات اللي واجهتها في بداياتي كامله بدايتي حتى في التعليميه العاديه وبدايتي كانسان مع مجموعه من البشر الاخرين دونك هي واحده من اقرب المسرحيات اللي بالنسبه لي الى قلبي واللي دائما نصها ما قدرنا نساها تحت اي ضرب من الظروف واللي دائما احس انها تم دائما تمثلني في اي زمن وفي اي تاريخ لانها مثلت حقبه معينه من حياتي حتى لا تتجاوز تلك الحقبه بكل اكراهاتها قال في نفس الوقت ما زالت دائما هي المسرحيه الحقيقيه اللي احس انني
لأن توصفني والله لأن ستتكلم عني. إذن مشاهدينا الكرام ما زلنا نواصل معكم هذه الحلقة لكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام ما زلنا معكم في هذا الحوار مع الممثل المسرحي علي ديد. الآن نتابع مجموعة من الصور صور زملاء الفنان علي ديد للتعليق عليه. هذه صور تعرض على الشاشة الآن. هذا بابو النيلي يمثل حقبة معينة من تاريخ المسرح الموريتاني. هو رجل مسرح، رجل مسرح حقيقي. إذن الصورة الموالية. إبراهيم ولد سمير شعبي بالرحمة والمغفرة، هذا أستاذي وأبي الروحي صديقي وزميلي وأخوي الكبير والإنسان الحقحق اللي يجعل مني علي ديد اللي أنا إليه دركاتي، والإنسان اللي يرشع له الفضل في أي رواية زينة قد أدت في حياتي، أي رواية ندور نعدلها في حياتي، أي روايات نزلت نقدر حققهم في حياتي كامل الفضل فيهم يرجع له رحمة الله. إبراهيم السمير. إذن الصورة الموالية هذا عميد الحركة المسرحية في موريتانيا بالنسبة لي أنا أسميه، والإنسان الوحيد اللي عدل خدم الدولة الموريتانية وخدم المسرح الموريتاني بدون أنه ينتظر مقابل لا من الحكومة ولا منتظر مقابل من الشباب اللي كونهم. عمره الفني 35 سنة إلى 36 سنة، هذا عمره الفني يعني من السنة اللي بدأ فيها المسرحين ينرك. هو رجل مسرحي حقيقي، فنان حقيقي، مجنون مبدع. بويا وأخويا وصاحبي وياسر مشي زين. والصورة أيضا موالية سلي. سلي ولد عبد الفتاح. سلي ذاكرة النص المسرحي الموريتاني. مفوه مسرحي حق ليني قاعد على الاوراق اللي يكتب، مخرج حق يديني يطرح قدامه شباب وتلاقيه يخرج. نختم بهذه الصوره. فرح عبد الرحمن هذه صديقتي، تمثل حقبه معينه من من من, من, من الاشتغال مع بعض من العرق ومن التعب. فنانه حق وجاد لي هذا اللي واحده فيه، خاصها شوي من الدعم، الدعم لأنه تحس برقاش قد واثق فيها قد يساعدها لتوصل. مثلت موريتانيا في قدر من المحافل الدولية بمجهوداتها الخاصة، تستحق لأنه تجبر لفتح حقيقي. تستحق التشجيع. صحيح. إذن بالمناسبة يعني مناسبة الحديث عن سمير، إبراهيم سمير رحمة الله عليه، إذن حدثنا عن مهرجان السنوي اللي تعدله خاص تحت اسم مهرجان سمير. مهرجان سمير الدولي للمونودرام. سمير رحمة الله علينا وعليه قبل 2017، قبل وفاته 2018 كان يفكر بأنه يعدل مهرجان الوطني للمسرح الهواة في موريتانيا. وكان يشتغل على فكرته. وكنا هو أول مهرجان اللي أتابع لفرقة الشعور المسرحية، والله أول مهرجان تعدل فرقة الشعور المسرحية. إلين توفاه الله بقينا نحن ما طلعت عندنا من القدره اللي قدرنا عدل ذاك المهرجان، لانه ابراهيم كان اكثر منا علاقاته، لانه ابراهيم كان اشقر منا، لانه ابراهيم كان مهتم اكثر منا، ما طلع عندنا القدره اللي قدرنا عدل مهرجان ذاك نبته. قبضنا نفس الفكره وغيرناها، عدلناها مهرجان سمير الدولي للمونودرام دوك، عدلناها لتسميته هو من راسه، وعدلناها مهرجان الممثل واحد، لانه مهرجان الممثل واحد لانه تجربتي انا كشخص عندي تجربه معرفيه بفن المونودرام اكثر من مسرح الهواه، وثاني مهرجان قد سيطر عليه اكثر، وثاني علاقاتي بفن المونودرام في العالم العربي مثلا اكثر من علاقاتي في حتى الان. عدلت افتراضي، عدلنا افتراضي النسخه الاولى منه السنه الماضيه، وذي السنه كان المفروض النسخه الثانيه منه تعدل نظرا للاكراهات للواقع وعدم الحصول على الدعم الكافي لنعدل النسخه الثانيه، تم تاجيلها الى السنه اللي جايه. هي اللي عدلت مؤتمر صحفي، هي اللي عدلنا مؤتمر صحفي باخبارها وتاجلت للسنه الجايه، وفي نفس الوقت عندنا معدلين سنه يعدل النسخه سنه ما تعدل وسنه يعدل وسنه ما تعدل. دونك يكون عندنا من الوقت الكافي اللي نقدر نعدل فيه تحضيرات ونقدر نجيبوا الفرق من الخارج، لانه السنه كانوا مشاركين عندنا ست فرق من خارج موريتانيا.
لك والسبب لأنه عاد عندنا ضغط كبير وما قدرنا نجبره الدعم المالي الكافي. علي شنو آخر عرض مسرحي شاركت فيه؟ أنا في خلال دراستي في الإمارات شاركت فيها نعدل سنويا 6 إلى 7 عروض مسرحية. هي غير ما هي عروض تأخذ للعلن عندها جمهور محدد. آخر عرض أدت وأخذ للجمهور ومسرحية النمرود تأليف سلطان القاسمي وإخراج بيتر بارلو من بريطانيا. معدلة في الإمارات من اللي له 3 أشهر ولا 4 أشهر المفروض يعني أنا تنعرض الشهر اللي جاي في المغرب. خلال عنوان المسرحية يعرض هي تتحدث عن النمرود، هي تتكلم عن قصة النمرود الطاغية الطاغية المعروف اللي جاء في الإنجيل وجاء في القرآن وجاء في قدر من الديانات واللي كان موجود مملكته مملكة بابل بالعراق دركاتية في الفترة الحالية. وكان يطرح قضيته وصراعه هو ذاك مع ذاته اللي شاكه بقى لأنه صراع مع الإله مثلا. وهي اللي عدنا عنها مسرحية قطن خرجت قبل هذا يقرج مخرج البريطاني وعدلها باللغة الإنجليزية ومزيج بين اللغة الإنجليزية واللغة العربية وتشتغل أساسا إلى مسرح الجسد الكوريوغراف وذاك من الروايات وإجبت سلطان القاسمي يحضر لها. عدلنا على درة أورود في الإمارات وعندنا درك بعض من الأورود أخرى بنفس الأرض خارج الإمارات إن شاء الله. تجدوا في عرضها مثلا تضيفوا والله نفس سيناريو المسرح نفس السيناريو معدل وتوف باللغة الإنجليزية واللغة اللغة العربية يقير مديور مثلا كانوا فيه مشاهد قتال مثلا كانت الناس دائما تعدل مرمزية لأنه ذين يتقاتلوا. نحن عدلنا دوره في ستيج كومبات اللي هو فنون القتال واشتغلنا اليوم اشتغلنا عدنا معدرين قتال حقيقي نقدر المسرحية من راسها وفيه مشاهد مسرحية بالإنجليزية والعربية بالعربية أيضا يعني بنفس الوقت نحن ممثلين يتكلموا بالعربية ويتكلموا بالإنجليزية. ترى لأن الفنان المسرحي يجب أن يتحدث أكثر من لغة جداً يوصل جداً خاصة اللغة الإنجليزية لأن أولا هي لغة العالم الأولى في الفترة الحالية، ثانيا لغة الاقتصاد، ثانيا لغة العلم ولغة المعرفة، ثالثا لغة الوسائل التواصل الاجتماعي كاملة، ثالثا لغة الكمبيوتر. شايف لأن اللغة الإنجليزية على الأقل جاهل أي رجال ما يعرفها شايف لأنه يارتو يتعلمها وعلى الأقل الفنان يختار يأخذ على الأقل من بعد المحلي اللغة الأولى حالة عالمية. إذا بالحديث عن الإخراج متى توجهت للإخراج؟ الإخراج توجهت له فترة كان عندنا جفاف في المخرجين. أنا ماني مخرج أصلاً وما نبقى الإخراج أنا نقول. ودائماً المسرحين تتهربوا من الإخراج. طبيعي. أو على الأقل الممثلين. سولي مثلاً واحد من الناس اللي متأكد إنه يبقى الإخراج يقرر. تهرب أيضاً من الإخراج. عنه مخرج. مخرج حقيقي أنا نبقيه ونبقى شغلة معاه أصلاً. كأنه دائماً يعود مخرج لا تحت الضغط مثلاً. لا نفس اللي لاحظنا في الظروف لأن ظروفنا تفرض علينا لأنه حد يواصل. كيف تواصل أو دعك تعود مخرج بنفسك؟ قد عدت قدر من المحاولات في الإخراج. واللي يسموها واحدة إخراج أنا بالنسبة لي سميها لا نوع من المحاولات لأنه فرضت لي الظروف اللي نشتغل كمخرج وتوب وفي نفس الوقت نشتغل مخرج ونشتغل ممثل اللي هو آخر مسرحية معدلينها اللي جابها جائزة أفضل ممثل موريتانيا 2019 كانت مسرحية الكاستينج. أنا كنت مخرج فيها وممثل رئيسي فيها في نفس الوقت. إذا في أيضا مجال التمثيل التلفزيوني شاركت في عديد من طبعا الأعمال وجوه من خشب إلى غير ذلك. إذا شنو هو العمل الأكثر ارتباط به والله تعتبر أحسن مشاركة؟ العمل الأكثر ارتباط به واللي للأسف ما خاض للعلن هو مسلسل الغابة. مسلسل الغابة لعدة أسباب. أولا لأني مشتغل مع الكاتب الناجي السيدي على النص ونعرف حيثيات النص كاملة وأنا أصلا واحد من الناس اللي نرفض نشتغل على أي رواية ماني عارف نصها والله ماني عارف حيثياته من إنجاز. هو إخراج الناجي. إخراج الناجي السيدي وكتابة الناجي السيدي. ناجي مسلسل قد صورنا منه قدر من الحلقات دردو 8 إلى 9 كاملة توافيات والأخرات خاصة مش من البلان مقبضي مشاهد خارجية رواياتكم بتهم. كان بالنسبة لي هو أزين تجربة قد اشتغلت فيها في ذلية علاقة في التلفزيون. وثانيا واحدة من التجارب اللي نشوفها لأنه عدم خروجها للعلن كان 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 سيء جدا لأنه متأكد لأنها كانت واحدة من الأعمال التلفزيونية اللي كانت أكيد تغير الرؤية في الأعمال التلفزيونية خاصة إن يبدأ المسلسل يوصل الحلقة 5 و6 و7 تبدأ الأحداث حق أحداث مسلسل تحصل إنك ما نقد مسلسل معدل موريتاني. يقارب في نفس الوقت الظروف والأسباب المشاكل اللي قد خلقت ذيك الساعة أدت إلى إنه يوقف. يقارب بالنسبة لي تم لا واحد من أحسن الأعمال التلفزيونية اللي قد اشتغلت فيها. يعني أنت الآن تواصل الدراسة في الخليج تحديدا الإمارات حول المسرح. يعني إذا مثلا ما فهم احتمال أن يخطفك مجال التمثيل عن المسرح إذا طبعا أجبرت الفرصة. أنا مبدئيا شايف لأنه المسرح هو مات الأولى في الحياة بشكل عام. ما نقدر نعدل الرواية خلق غير المسرح. يقال في نفس الوقت خالط معها السينما وخالط معها التلفزيون
يقر ذو خاطم آكي مواد ثانوية. أيهم حاسل أنه يوصل الممثل للشهرة مباشرة؟ ليوصل مباشرة للشهرة هو السينما. التلفزيون. سينما أو تلفزيون. سينما أو تلفزيون. أي شيء تلفزيون لأنه جمهوره أوسع. بينما نحن في المسرح جمهورنا الناس اللي قاعدين في اللقاء. يقر الأقوى حقه بالمسرح لأنه يعني المسرح أنت تتعامل مع جمهور قاعد قدامه. ما في مجال للكذب. ما في مجال كذا، ما في مجال تخفى عاطفتك، ما في مجال ذا كامل الدولة هارك دام الجمهور. ده هي المادة القوية بالنسبة لي أنا اللي نبقيها أكثر من تلفزيون. الوجود الموجود عفوا حاليا من الممثلين منتجين موريتانيين، شن هنا مثلا انطباعك عن الوجود على الساحة؟ ما قد نكذب عليك، ما قد نشام الموضوع، ما نشاف لأنه موريتانيا في الفترة الحالية فيها ممثل بالمطلق الآن. كما قلت قبيل قط فم كان بابا فترة معينة مثل موريتاني حق كان ممثل بابا. الفترة التالية عنده ظروف الحياة ومات لبابا، عنده ذاك من الحماس اللي كان موجود كامل. يقر بابا هو القطع الممثل بالنسبة لي في موريتاني. وحاليا في الفترة الأخيرة من يانا وجيلي والناس الجيل اللي سابقين الجيل الآخر اللي تحتنا كامل، موريتاني ما فيها ممثل ذاك. وحق أنا شايف بأنه ممثل هذا للأمانة التامة. بخصوص الإنتاج فم قدر من المحاولات اللي قط خلقت اللي بعضها جسوين وبعضها كانت محاولات خجولة. شايف لأنها كاملة كل محاولات مزارة تتطلب لأنه أهلها يشتغلوا إليها، ولأنه أول أن يفاصلوا بين كونها تعود مخرج، كونها تعود منتج، كونها تعود ممثل. أنا ما تقدر تتدخل في ذلك كامل يتعود أنت منتج، ما تقدر تعود مولي مخرج تتدخل موضوع الإنتاج. فهمت؟ لا بد يفصلوا التخصصات، كل حد تخصصه ويهتم له بتخصصه. فهم محاولات شايف لأنه مستقبلا يقدر لها قبيل يأخذ منهاش. طبعا إن شاء الله تعالى عندما تكمل الدراسة وترجع للوطن، هل هنالك خطط مستقبلية نقل التجربة اللي تحصلت عليها داخل الوطن؟ يا مبدئيا هذه الخطط بدأت من السنة الماضية، لأن أنا السنة الماضية تجربتي في سنتي الأولى في الأكاديمية البريطانية اللي معدلة في الإمارات جيت وانقلتها مباشرة من مهرجان سمير الدولي لمونودرام. ذي السنة تجربتي في سنة الثانية في الإمارات، ني جيت ما قدرت نعدل مهرجان، انقلتها بالدورات التكوينية اللي ما عرفش نعدل. وكل سنة عندي شهرين فيهم راحة. ذاك اللي قريته في ذيك السنتين، في ذيك السنة كاملة نحاول قدر الإمكان إلا نيجي هون بدون دعم الوزارة، بدون دعم من جهة خارجية، نجي أنا نتشارك مع الشباب لأنه ده همنا كاملين. لأنه أنا ماني حاسس إني نتعلم رواية وباقي إلا أنا وحدي، لأني أود متميز بها عن الناس. أنا ما أقدر أود متميز مع الناس، نختار أود الناس متقدم معايا وعي ومعرفة. قدود الفرصة اللي برتانا في واحدين آخرين يختاروا غير ما جبروها. دونك واجبي أنا والأمانة الأخلاقية اللي لأني نتقاسم مع الناس هاك اللي نعرف، وهو اللي واحد فيهم من السنة الماضية وذي السنة والسنة اللي جاية وعشرين سنة أخرى جاية وراهم. نختم طبعا تمنياتك للمسرح الموريتاني والطموحات اللي إن شاء الله يوصل لهذا المسرح للمجال الشخصي وأيضا على مجال المسرح بصفة عامة. المجال الشخصي نتمنى لأنه لها الحركة المسرحية موريتاني تواصل تقدمها رغم الظروف اللي نحن فيها دركاتيها، ونتمنى لأنه مستقبلا في حالة حد كمل قرايته يقدر يجي يجبر قدامه مادة من بشرية يقدر يشتغل بها، يقدر يعدل بها أعمال حقيقية، يقدر على الأقل يوصل المجتمع كامل المحافل الدولية بعروض ما هو لا مشاركات شرفية. للمستوى العام للمسرح نتمنى لأنه وزارة الثقافة الموريتانية لأنها هي المسؤول الرسمي الأول، لأنها تعرف بأنه جاء الوقت اللي تقود عارفه وتقود متأكدة بأنه الأمم كامل هيقاس تقدمها بمدى تقدم المسارح فيها. صحيح. إذن علي ديدا شكرا لك، الوقت طبعا مر معك من دون نشعر به. شكرا لك، كنت ضيفنا في هذه الحلقة من مدينة الممتعين. وأنتم مشاهدين الكرام شكرا على متابعتكم، ونلتقي في الأسبوع القادم بحول الله.